حصاد أسبوعي جديد مشاهدينا، أرحب بكم. 150 مليون ساعة استغرق تشييده قصر الوطن، قصص ثقافية وسياحية، متحف زايد غاندي، رؤى مشتركة بين قائدين استثنائيين، والعاصمة الحبيبة أبوظبي، قلب العالم ينبض بالأولمبياد الخاص. أفتح معكم أولى ملفاتنا، صرح جديد أضيف إلى العديد من الصروح الحضرية والثقافية التي تنشر أو تنتشر في ربوع الإمارات، قصر الوطن في أبوظبي، بما يتضمنه من معالم ثقافية وتاريخية يمثل رافدا يثري الحصيلة المعرفية لزواره، جسرا جديدا من جسور التواصل الحضري بين الشعوب بفضل ما يجمعه بين جنباته من معلومات وقصص إنسانية. الوطن يقع ضمن مجمع قصر الرئاسة في أبوظبي، تبلغ مساحته 380 ألف متر مربع. تم تصميمه ليعكس التراث المعماري العربي برؤية معاصرة تتناسب والقرن الحادي والعشرين، ويتميز بطابع يعبر عن جماليات فن العمارة العربي من خلال الأنماط والزخارف والأشكال الهندسية والألوان المستوحاة من طبيعة المنطقة، لذلك يغلب عليها اللون الأبيض الذي يرمز إلى الصفاء والسلام، واللون الأزرق المستمد من مياه البحر، إلى جانب اللون الأصفر المستمد من رمال الصحراء.
يفتح قصر الوطن أبوابه للزوار يومياً من 10 صباحاً وحتى 8 مساءً، حيث يمكن للجميع الاستمتاع بعرض ضوئي وصوتي بعنوان The Palace in Motion يومياً تمام 7:30 مساءً ولمدة 15 دقيقة، والذي يبرز بهاء وروعة القصر ويستعرض مسيرة التقدم في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر رحلة مرئية من 3 فصول تنتقل بالزائر من تاريخ الدولة العريق إلى حاضرها المشرق وإلى رؤيتها لمستقبل أكثر ازدهارا، حيث يمكن لزوار القصر أيضا التجول في حدائقه الخارجية ومتابعة العرض الصوتي والضوئي على مبنى القصر من الخارج. الافتتاح الرسمي لمتحف زايد غاندي الرقمي في منارة السعديات في العاصمة أبوظبي يسرد حكاية التسامح لرؤى مشتركة بين قائدين استثنائيين، المغفور له بإذن الله تعالى شيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه ومهاتما غاندي، يحمل بين جنباته المبادئ المشتركة حول المحبة والوطن والقيادة الحكيمة ومحطاتها والسلام والإخاء في زمن تعمه الحروب والنزاعات. صمم بأسلوب يتجاوز مفهوم المعارض المعتاد الذي يركز على السيرة الذاتية والجوانب التوثيقية إلى ما هو أبعد، لجعله ملتقا حضاريا يحتفي بالتبادل الثقافي. متحف زايد غاندي الرقمي 6 مناطق وهي الحكم والحكمة، حيث يركز هذا الركن على الوطن والقيادة، ويتضمن شاشة تعرض المبادئ المشتركة لنهج القيادة عند الشيخ زايد والمهاتما غاندي. أما ركن سلطة العطاء فيركز على أهمية الناس والمجتمع في منهج القائدين الإنسانيين، وركن دعاة السلام يركز على السلام وقيم التسامح كمرتكزات أساسية في نهج القائدين. أما ركن حصاد التغيير فيجسد التغيير نحو الأفضل على صعيد الأمة ومستقبل الوطن، ويتعرف الجمهور خلال زيارته ركن قوة الكلمة على أهمية الكلمة عند الشيخ زايد والمهاتما غاندي، ليتناول ركن صون الطبيعة قيم احترام الأصول الطبيعية والتراثية. معرض رائع لأنه يجمع بين شخصيتين تاريخيتين تركا بصمتهما الخالدة كل منهما في بلده. غاندي بالطبع هو الشخصية العالمية الإنسانية الذي استطاع أن يخرج بالهند من ظلال الاستعمار وأن يؤسس لدولة تعايش وتسامح ما بين أديانها وأطيافها المختلفة، والشيخ زايد رحمه الله كذلك استطاع أن يبني على رمال الخليج هذه الدولة المميزة المتميزة ما بين دول العالم، وتجمع ما بينهما بهذه السنة الصفات الإنسانية في التعايش في التسامح التي نحتفل بها نحن في سنة التسامح. معرض يستحق بالفعل الزيارة، وسوف يبقى كمعرض رقمي يجمع ما بين الشخصيتين الخالدتين. المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه هو في المقام الأول إنسان مرهف وشاعر وحكيم قريب من الناس، فقد سطر بكلماته ملاحم ودروسا للأجيال المتعاقبة. أما المهاتما غاندي فقد عرف بقوة كلمته، تكلم وكتب وألف فترك للتاريخ مجموعة لا تنسى من الأقوال الملهمة. تتبع
تتجه أنظار العالم إلى العاصمة الحبيبة أبوظبي على مدار الأيام القليلة المقبلة مع انطلاق دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019 لتثبت العاصمة عن جدارة استحقاقها لقب عاصمة الأحداث الرياضية الكبرى بعدما أضحت في السنوات الأخيرة قبلة البطولات إقليميا وعالميا وملتقاها ضمن نهج الدولة لاحتضان المنافسات الدولية والقارية. إمكانات هائلة تمتلكها الدولة خاصة على صعيد توافر المنشآت الرياضية والبنى التحتية ووسائل النقل والمواصلات على أنواعها، فضلا عن الأمن والأمان الذي يلف أركانها، مما يكفل النجاح المحتم لتثبت العاصمة أنها معقل الأحداث الرياضية على مختلف أنواعها، مستقطبة رياضيين من مختلف دول العالم، فاتحة ذراعيها لهم في إطار قيم الضيافة العربية والتسامح وقبول الآخر. تعد هذه الاستضافة مشاهدين للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019 رسالة إنسانية من الإمارات إلى العالم أجمع، محتواها أن تلك الفئة تحظى بالدعم والرعاية من أعلى المستويات القيادية في الدولة في عام التسامح. ملف آخر، حيث وفي إطار دعم وتطوير قطاع نخيل التمر على المستويات المحلية العربية والدولية، خليفة دولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي كرمت الأفراد والمؤسسات الفائزة في الدورة 11 للجائزة. متابعة. كل الشكر والتقدير لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة لدعمه المستمر واستضافة هذا المؤتمر الهام. هذا المؤتمر الذي ينظمه الأمانة العامة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو ووزارة التغير المناخي والبيئة، يهدف بوضع استراتيجية إطارية لاستئصال سوسة النخيل الحمراء بإنشاء صندوق ائتمان لتنفيذ الاستراتيجية. واليوم أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة بمساهمتها للصندوق بمبلغ وقدره 2 مليون دولار أمريكي. شجرة النخيل كما تعلم هي شجرة عروبية بامتياز، شجرة مباركة حبان الله إياها بهذه ببلداننا المباركة، وبالتالي لقيمتها الغذائية وجدواها الاقتصادية العالي. اليوم هذا المؤتمر جاء ينعقد من أجل أن يكون هناك ديمومة لهذه الزراعة واستمرار في هذه الزراعة وزيادة المساحة والجدوى الاقتصادي من هذه الزراعة. هناك خطر يعني كبير جدا وملف ضاغط بالنسبة لنا جميعا، هي آفة سوسة النخيل الحمراء التي بدأت تغزو بشكل كبير قطاع النخيل في كافة
أعتقد المناطق العربية. هذه المؤتمر جاء تحديدا لهذه المشكلة من أجل أن نضع حلول لهذه المشكلة وأن نتدارسها معا كوزراء عرب من أجل أن يكون هناك قرارا جمعيا متوافقا للجميع. كما شاهدت اليوم الحمد لله كان افتتاح الملتقى الدولي للدول المنتجة والمصنعة للتمور. هذا الملقى هو بتوجيهات ورعاية سيدي سمو الشيخ منصور بن زايد أن هي النائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة حفظه الله، وبرعاية حضور معالي الشيخ نهيان مبارك أن هي وزير التسامح رئيس مجلس أمناء الجائزة. تم التطرق خلال هذا الاجتماع، طبعا حظى هذا الاجتماع بحضور وزاري من الدول المنتجة والمصنعة للتمور، وطبعا كل دولة تقدمت ببرنامجها وتقدمت بالمساهمة اللي يمكن إن شاء الله تساهم في هذا الصندوق. مليون دولار لدعم صندوق منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو الائتماني المعني بتنفيذ استراتيجية إطارية لاستئصال صوصة النخيل الحمراء. هذا ما أعلن عنه معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي خلال مؤتمر وزراء الزراعة في الدول المنتجة والمصنعة للتمور في العالم الذي عقد في قصر الإمارات في أبو ظبي. اليوم الرياضي الوطني من المبادرات الهادفة لنشر روح المودة والأخاء والسمات الإيجابية عبر ممارسة مختلف أنواع الأنشطة الرياضية البرية والبحرية والجوية، وفرصة لتذكير النفس بأهمية النشاط البدني والاهتمام بالصحة والوقاية من الأمراض المزمنة، وجعل الرياضة نمط حياة يومي عند جميع الفئات وقطاعات المجتمع. كيف كان هذا اليوم في الفجر؟ الانطلاقة كانت اليوم انطلاقتين، انطلاقة مبدئية اللي هي انطلقت من وسط من البحر من النادي البحري، ودخلنا احنا على الشاطئ من خلال قوارب وشارك معنا حوالي 16 قارب، وانضمينا طبعا الانطلاقة الرئيسية اللي دائما نبدأها هي المشي على الكورنيش مع بالتنسيق مع القيادة العامة شرطة الفجيرة وقرابة حوالي 800 شخص مع بعض الأفراد من الجهات المختلفة.
طبعا اليوم هذا نبا يعني كانت انا ارسلت رساله اليوم لفريق العمل، احنا اشتغلنا وعدينا، اليوم نبا نستمتع ونقدر. الرساله الثانيه جذب وتشجيع كل فرد ممكن تخليه يساهم في هذا اليوم، واتوقع ان شاء الله العدد ممكن يوصل الى 10,000 شخص. طبعا بالنسبه للفجر المغامرات الانطلاقات كانت متميزه في جميع انحاء الاماره، بدايه من حديقه الفجر المغامرات وكذلك منطقه وحلة، وادي سهم، السيجي، حبحب، الحنيه، طويين، عندنا كذلك شاطئ العقه والبديه، واخيرا محميه وادي الوريعه. كل الانطلاقات يعني بدت من الصباح الباكر ومستمره ان شاء الله لغايه نهايه اليوم هذا، فندعو الجميع للمشاركه معنا في مزيج من الانشطه والرياضات اللي تجمع جميع فئات المجتمع، ونقول الامارات تجمعنا. طبعا مشاركتنا احنا في اليوم الرياضي هذا طبعا شرف لنا، شرف لنا اي مواطن اليوم على دولة الإمارات العربية المتحدة، على أساس أن هذا يوم وطني. وطبعاً هذه إحنا خلنا نقول خلاصة، خلنا نقول مثلاً عنها خلاصة القمة الرياضية عندنا الحمد لله في الدولة، على أساس أن إحنا بعد نفرح يعني ونروي الناس، أو هاي فرحة وطن. خلنا نقول اليوم طبعاً إحنا فعالياتنا مختلفة، ومن ضمن الفعاليات اليوم عندنا تجديف ثابت والقفز من فوق حاجز. الحمد لله تم تشكيل فريق إعلامي مميز من تلفزيون وإذاعة وصحافة وسوشيال ميديا لتغطية 70 فعالية راح تحتضنها إمارة الفجيرة خلال 24 ساعة، اللي انطلقت من حوالي الساعة 6 اليوم الصبح وراح تستمر إلين بالليل. مناسبة اليوم الرياضي الوطني طبعا هذه مناسبة عزيزة على قلوبنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، تشارك كافة طوائف المجتمع في هذه الرياضة. اليوم طبعا نتوجه بالشكر والعرفان لمقام سيدي صاحب السمو الشيخ حمد محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الفجيرة وولي العهد الأمين على ما بذلوه ويبذلوه من جهود في هذه المناسبات العزيزة على قلوبنا دائما. طبعا اليوم ارتعت القيادة العامة لشرطة الفجيرة مشاركة المجتمع بهذه المناسبة، وقامت بغرس شجرة التسامح اللي هي شجرة الغاف في القيادة العامة لشرطة الفجيرة كمبادرة مجتمعية منها في هذه المناسبة. طبعا مشاركتنا في اليوم الرياضي لم تأتي من فراغ، الرياضة أسلوب حياة ننتهجها في شتى أنحاء حياتنا، الفعاليات والبرامج الرياضية هي مستمرة في حياتنا اليومية ننتهجها، ومشاركتنا في اليوم الرياضي هي دليل على حب وحرص الشباب في المشاركة المجتمعية. طبعا البدايه كانت من انطلاق بالنادي البحري بقوارب بطاطيه وقوارب بعدد 60 شخص، تحركنا الى موقع انطلاقه المشي كانت في الفتره الصباحيه، طبعا الانطلاقه كانت 6:30 عفوا، وانطلاقه المشي كانت 7:30، وبعد من بعد هذا بدينا الساعه 1 ظهرا بالانشطه الاخرى اللي هي نشاط التجديف الحديث الكاياك. طبعا وعندنا كان زوارق الفورمولا الفيوتشر، وكان عندنا زوارق قوارب الشوش، وعندنا كرة القدم الشاطئية والطائرة الشاطئية وكذلك شد الحبل. ومثل ما تشايف ما شاء الله التواجد كبير، وكان عندنا عدد غير متوقع يعني أكثر من العام الماضي نقول. وطبعا اليوم الرياضي طبعا هذا يوم أنا أتمنى أن يستمر الرياضة يومية وليس يوم واحد، وهناك طبعا فرق تشارك باستمرار معنا في بطولات الشوش وبطولات الفورمولا فيوتشر وكذلك بعض الالعاب الاخرى. عندنا العاب للاطفال، العاب مثل ما شفت البنانه، انشطه كثيره نعمل لهم ليس في اليوم الرياضي وانما على مدار السنه، وخاصه من خلال اكاديميه الفجيره
اللي مقر في نادي فجيران. في الإمارات الحبيبة، بث النشاط والسعادة بين الأفراد وتعزيز أطر التعاون بين فئات المجتمع كافة هدف وغاية ليس لها مقياس ولا حدود. مشاهدينا، أطلقت دائرة الثقافة والسياحة في العاصمة أبوظبي 3 مبادرات استراتيجية تسهم في تنمية وتطوير القطاع السياحي في الإمارة، وذلك في إطار برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية غدا 21، لجعل العاصمة واحدة من أفضل الأماكن في العالم لممارسة الأعمال والاستثمار والعيش والعمل. تشمل مبادرات خفض الرسوم السياحية والبلدية على المنشآت الفندقية في إمارة أبوظبي وإعفاء زوار الإقامة الطويلة في المنشآت الفندقية من رسوم البلدية اليومية، فيما تضمنت المبادرات زيادة الاستثمار في الحملات الترويجية السياحية للإمارة وتسليط الضوء على ما توفره أبوظبي لزوارها من بنية تحتية متطورة ومعالم سياحية من الطراز العالمي، فضلا عن العديد من الفعاليات والبرامج السياحية المتنوعة. مما لا شك فيه أن أبوظبي تتمتع اليوم بجميع المقومات التي تؤهلها لتقديم نفسها كوجهة سياحية عالمية متميزة في ظل النمو المتسارع والمستمر الذي يشهده القطاع السياحي في الإمارة. أيضا شهدنا هذا الأسبوع فعاليات المؤتمر السادس لإدارة الطوارئ والأزمات 2019 تحت عنوان استشراف مستقبل الطوارئ والأزمات قدرات وتحديات، الذي نظمته الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، بمشاركة نخبة من خبراء الاستجابة للطوارئ والأزمات وتكنولوجيا المتخصصة في مواجهة الكوارث. سعيد بمشاركتي في الدورة
الاساتذه لمؤتمر الطوارئ الكبار تحت شعار استشراف المستقبل. استشراف المستقبل يحمل تحديات جديده ايضا، كيف عمليه توظيف التقنيات الحديثه الجديده في العمل اليومي في لإدارة مثل هذه التحديات المستقبلية. طبعا الذكاء الاصطناعي أحد أهم الحلول، واللي بدينا فعلا نحن نحولها على أرض الواقع في دولتنا في جميع القطاعات. التغير المناخي مثل ما تعرفون تحدي عالمي، حدته زيادة الحوادث الطبيعية، زيادة الفعاليات والظواهر الطبيعية في السنوات الأخيرة في تزايد. نتكلم على تقريبا وصل الأعداد ما يقارب 400 حدث طبيعي وقوي جدا يؤثر على العالم في كان في 2017، بعد ما كان تقريبا في السبعينات ما يقارب 70 فعالية طبيعية، وهذا يدل أن فعلا هناك نمو كبير بسبب التداعيات المناخية. التداعيات الاقتصادية بناء على التقارير الأمم المتحدة كلفت الاقتصادات العالمية ما يقارب 2900 مليار دولار أمريكي خلال نفس الفترة. الأعداد الوفيات قاعدة تزيد، فاستوظيف التقنيات لتقليل الأضرار الاقتصادية والاجتماعية وأيضا الوفيات البشر جزء مهم للمرحلة القادمة. نحن دولة الإمارات مقبلين على استحقاقات دولية منها إكسبو 2020 في دبي، نتعلم شو صار في الفعاليات السابقة الدولية، كيف الدول الثانية قاعدة توظف قدراتها لمواكبة والتسهيل حركة الوفود. نحن هنا في دولة الإمارات بدينا فعلا، خططنا موجودة، المجالات مختلفة، فرق العمل عارفة شغلها، في خطط استراتيجية للتحديات اللي تواجهنا. احنا في التغير المناخي عندنا خطة متكاملة للتغير المناخي في شقيها التخفيف والتكيف، توظيف التقنيات الحديثة منها الذكاء الصناعي، بدنا فعلا نستعمل طيارات بدون طيار، الأقمار الصناعية كيف ممكن تعطينا أفضل أماكن وغيرها. فالتجربة اللي نأملها من خلال هذا المؤتمر ننقل تجربتنا الإماراتية للضيوف وناخذ منهم أفضل ممارساتهم كيف ممكن نعمم الفائدة للمنطقة بإذن الله. ناقش المؤتمر العديد من القضايا والمواضيع التي تحدد مستقبل إدارة الطوارئ والأزمات من خلال توظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والسياسات والأطر التي تحد من مخاطر الكوارث وكيفية الاستفادة من تجارب دول العالم في التعافي من الأزمات والمخاطر. ختام ملفاتنا الأسبوعية مشاهدينا، لكم مني أنا ليال الحميدي ومن فريق العمل أطيب المنى، ودمتم بخير.